اهلا يا بيشو. هلا هلا اخبارك؟ تمام عيدك مبارك. ايامك سعيده. شو الامور؟ ماكو حوسه. شلون كان العيد وياك؟ تمام حوسه حوسه ها؟ شلون قدرنا نسجل اليوم؟ والله ما ادري شويه بيهايند سكيدجول بس ان شاء الله الامور طيبه. ان شاء الله ان شاء الله ماكو دوامات باكر. ايه ما هذا الشيء اللي مساعدنا انه كنا راح نقدر نسجل يعني حاليا بس انا وياك ما ادري عدول بي حسين راح يتاخر عندنا ضيف بعد بالطريج يا بالطريج فشنو عم نتكلم عنها اليوم؟ اليوم حق الديوانيه. انا خلصت رايزن اوكي طبعات نهائيه يعني نهائيه عنها ودي اتحكي عن نقطه وايد سمعت عنها او بنزل بوقت اللي نزلت فيها اللعبه ما ليش احس انه ودي اتحكي عن النقطه هذه اللي وايد صارت عليها نجره خاصه يعني اماكن اللي انا اتابعها اللي هي مثل تويتر يعني وانطباعات اتوقع تبعت معي راح تكون على ماريو الرابتس اللعبه اللي ما توقعت اني اصلا راح العبها نفس الحاله بس انت اللي عندك باكلوج حق البودكاست كبير انا والله ايه عندي باكلوج وعندي اشياء جديده بس بتحكي عن ديمو دانجر رامبا في 3 وايد عجبتني الافكار الجديده اللي يعني شكلهم بيحطونها حق اللعب الجزء الجديد وبعد في عندي شنو عندي بعد ما ادري هل اخيرا راح اتحكي عن دراجون بول يونيفرس 2 ما ادري زين عندك شو اسمه عندك العاب قديمه عندي العاب قديمه عندي دراجون كويست 8 عندي بصلح بعض الاخطاء اللي قلت اللي تكلمت عن باراجون المره اللي طافت اخطات ببعض الاشياء لان اللعبه كانت لحين جديده علي بس الحين لاني قطيت يمكن فوق ال 30 ساعه قاعد العب باراجون واو انزين فالحين ابي اعدل بعض الاخطاء اللي ذكرتها يعني ما راح اطول فيها وايد هم بعد شنو قاعد العب الفتره الاخيره في لعبه لعبتها على ستيم خذيتها كذي يعني ما ادري عنها وايد اشياء بس كان يومها انا وواحد من ربع كنا نبي نلعب لعبه بيت ام اب نفس طقه سيتي اوف ريج واكتشفتها بستيم انا شايفها من زمان هي لحنها ايرلي اكسس بس وايد تحسنت من اول مره شفتها اللي هي ذا تيك اوفر بتحكي عنها ان شاء الله حلو تمام بما ان يعني في اكو ناس يسمعون لنا يسالونا بالفتره الاخيره يبون العاب بيت ام اب يعني ايه نفس منطقه سيتي اوف ريج قلت حلو خل اذكرها انا اشوفها يعني تسوى على الاقل تلقي عليها نظره هم بعد شنو 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 اخبار وايد اخبار في وايد الاسبوع اللي طبعا في وايد اخبار مليئه بالياكوزا ايه في جزئيه ياكوزا منهم صح عاد ياكوزا كيوامي نزلت وللحين ما خذيتها اتوقع راح اخليها حق تاريخ ثاني حق وقت ثاني يعني زحمه اوريدي عندي صح شنو بعد الحين بس عشان لا تخربط الحين انا لعبت الزيرو وهي كانت شنو هي الاولى بالقصه زيرو ياكوزا زيرو بس ايه هل هو الريميك مالت الاول ايه كيوامي تعلنوا عنها راح تحكي اللي هي الريميك مال الثاني ايه اتوقع راح يمرون عليهم يمكن كلهم لا 3 و 4 ما يحتاجوا 3 و 4 و 5 ما يحتاجون ريميك لان كانت العاب لا 5 جديده ايه بس قاعد اقول لك 3 و 4 و 5 كانت العاب بلاي ستيشن 3 ايه ما اعتقد يحتاجون ريميك كثر ما انه يكون مثلا ريماستر اذا بيسوون يعني اتش دي يعني مو اتش دي يعني خلينا نقول يوصلونها 1080 بي شذي سواء يعني تحسينات هذا اذا بيسوون بس وانا تقول انه كانت العاب بلاي ستيشن 2 ايه عرفت شلون انجن قديم وكذي فهذا ريميك عرفت شلون وش اسمه وبعد شنو عندنا غير الاخبار في الايفنت مال ضرار اللي هو الكويت جيم جام تاريخ إيه من تاريخ 7 ل 9 ولا من 9 ل 12 من 9 ل 12 لا لا 7 ل 9 7 ل 9 من سبتمبر ان شاء الله راح يكون اي فدشوا على q8geeks.org راح تشوفون التفاصيل وبعد شنو بعد انا مشكله النوتس بتليفوني وقاعد اسجل فيه الحين تسخين شوك ما انت بتروح وين جوجل نوتس مالتي شنو على الالعاب اللي انت بتتحكي عنها اي انا حط نوتس نشوف ايه ما ذكرت شيء يعني ماكو شيء نسيته ان شاء الله هذه الالعاب راح تحكي عنها اذا صار وقت اذا تسعنا الوقت يعني ف ايه فان شاء الله راح نغطيها المفروض كنت اهز فيك قبل يعني شويه ها عديم احساس شو اسوي فيك شكرا عفوا
شنو بعد؟ لعبت فين جلوري شويه على الاي او اس. شنو فين جلوري؟ شنو هذه فين؟ هذه لعبه موبا على الموبايل. موبا يس مبلا تصدق مره علينا في العاب موبا. حطوها مره بالابل بريس كونفرنس اول مره اعلنوا عنها من زمان يعني يمكن قبل سنتين شيء كذي. اللي منصدم ان فيها اي سبورت سين بعد ايه وزينه وايد زينه يعني ضبطين الخريطه انها تكون لين واحد من فوق زين وفيها اكثر من تاور بس هني مسوينهم كأنهم ترتس رشاشات زين والجنجل صاير تحت زين فانت اذا عندك جنجلر راح تنزل تحت الجنجل تفرم زين والغدرات تصير من تحت لفوق اوكي عرفت شلون ف لين واحد مثل ما قلت لك الكور هني والكور هني وتحت الجنجل كل شخصيه عندها ثلاث حركات بس حركتين انت تستعملهم والحركه الاخيره اللي هي الالتيميت اوكي عرفت شلون فيعني موبا مصغره فيها اكثر من مود فيها مود برولينج طق يعني تكون كنا ثلاثه بثلاثه ارينا يعني اي مثل ارينا في مود اللي هو الموبا العاديه الماتش عادي يطول 20 دقيقه كذي ربع ساعه 20 دقيقه زين انت على موبايل وفي والله في اكثر من مود انا ما جربت الا يعني المود العادي زين ولما دش يدش يدخلك بشي مع ناس ثانيين وكذي يدخلك اونلاين يعني. تلعب اونلاين تقدر تلعب ضد اي اذا تبي وتقدر تلعب بي في بي زوينه والله الموبايل حق موبايل والله انصدمت لا باس فيها يعني تحكم سهل تاب عشان تتحرك نفس الماوس شلون انزين و عاد الرج كوت هني سهل بس تزق ما خلاص لا ويدقوا عليه تلفون لا بس الصراحه اتس كومبتنت يعني زينه وفي اقول لك في عليها اي سبورت سين تيمز وسبونسرز وبطولات وستريمز ويعني بلاوي انا انصدمت منها الصراحه فين جلوري اسمها ببلاش تنزلها على الايفون موجود على اندرويد بعد هذا ريفيو سريع كذي ما كنت ابي اذكرها بالحلقه على السريع يعني كنت اغطيها الموضوع ترى طخ وايد اذكر في مرينا احنا فتره كنا عادل بين حلقات الديوانيه يعني تحكي عن الموبايل بس الحين احس تحس ماكو شيء خلاص لانه يعني نادر ما تطلع لعبه مضبوطه حيل 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 كذي يعني عرفت شلون الا اذا انت مثلا ترى هم بعد فيها جزئيه ان انت تكون مهتم وتروح تلعب يعني انا ما العب العاب موبايل وايد نادر ما العب العاب موبايل بس مرات اوكي خلينا نشوف شنو هاللعبه هذه حاطينها بالفيتشر بالاب ستور ولا شيء كذي خلينا ننزلها نشوف اغلبيتهم بلاش يعني ف دش ساعيه دش العب عرفت شلون بس غير كذي يعني نادر نادر ما احنا نلعب العاب موبايل في ناس تخصصهم يلعبون العاب موبايل فاكيد هم راح تكون عندهم الاخبار واخر الالعاب نادر ما احنا نسمع عن لعبه موبايل لان احنا ما نتابع الا بازل فايتر بازل فايتر عاد امانه شكلها اوكي ما يندرى يعني ما بين حتى شكلها موبايل جيم فاهم علي يعني بازل فايتر لما كنا نلعبها على البلاي ستيشن 1 تحسها كانت لعبه اركيد بس سووها حق الكونسول ايه هذه احسها لعبه مسوينها من الاساس حق الموبايل كشكل عرفت يعني ما ادري عن جيم بلايها بس كشكل ذيس از ا موبايل جيم عرفت مو شرط معناته سيء انه شيء سيء يعني بس انه خلينا نشوف لما تنزل لا الموبايل شادين حلم فاينل فانتسي موبايل اديشن ايه بوكيت اديشن موبايل مصيبه انها نفس اللعبه نفسها صدمت يعني حتى الكاتسينات يعني. بس حق اللي مثلا ما يلعب اللعبه على الكونسول اوكي قطها بالموبايل اول شابتر ببلاش مو احس الفكره هي ماركتنج اكثر ما هي يعني تخيل اللعبه توصل بطريقه معينه حق اللي هذا ماسك التليفون اوه اللعبه بعدين يسمع اوه في منها فيرجن على الجهاز يشوف صور منها والله طع الرسم طع الفرق يمكن اني اذا جذب حق نسخه الموبايل يمكن هي مو مسويها حقنا اي مو حقنا كله مو مسوينها حقنا بس بنفس الوقت هم قطوا وايد فلوس على فاينل فانتسي 15 فلازم فلما هم لما هم تنجح معاهم اللعبه واللعبه نجحت يعني على الاقل اذا مو الكل عجبته اللعبه على الاقل هي يعني كمبيعات وشي نجحت بالنسبه لهم فيبون يسوون زياده انت شايف كذا دعاياتها على اليوتيوب
هذه اللعبة الدايخة الشاق خايسة جربتها جربتها تعبانة وايد وايد تعبانة بس أجن أنا ما أشوف في مشكلة إن ينزلون اللعبة مرة ثانية بشكل مختلف ولا مثلاً ينزلون فيرجن جديد منها وهذا طالما إن ما يسوونها نفس 13-2-13 هذا لايتنينج ريتيرنز ينزلون أجزاء ما حد طلب عنها بس عموماً نقاش هذا حق يوم ثاني إن شاء الله هتكون حلقة حلوة تستانسون ويانا فيها حلو ما ننطق الضيف يعني لا على ماي على ماي على ماي على ماي إن شاء الله يلا على خير.